قذر الناحي. الله يخليك. يعني الله يخليك. بنظبط دايما انا وانت. هو على فكره انا ما كنتش عارف ممكن اللي حصل في جمصه هو اللي يمكن يمكن محدش عارف. ناس شبهتك باحمد حلمي ده عشان ليها الشرف والله. بس ان شاء الله يا رب يكون في مشاريع تحترم دماغ الناس وقتها. يعجبني فيك ان انت قاعد في الانترفيو بتتكلم جد عكس الستاند اب كوميدي خالص خالص. مع فكره الستاند اب كوميدي ده جد برضه. قدر يا اخي. الله يخليك. يعني الله يخليك. بنظبط دايما انا وانت. دي حقيقه. مداخلات طب دي حقيقه. ودايما بيبقى عندي تصوير يا في حاجه ما بعرفش والله. بس الحمد لله ان احنا عرفنا نعملها. مبروك فوي فوي فوي. الله يبارك فيك. انا عايز اسالت نيلي كريم يعني ايه فوي فوي فوي. فوي 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 كلمة اسباني معناها انا قادر. او على فكرة انا ما كنتش عارف. هي كلمة بتستخدم في اللعبة كرة المكفوفين بيقولوها لبعض اللعيبة هم داخلين على بعض عشان ما يحصلش تصادم او حاجة. طب قبل ما ابتدي اسئلتنا ايه رأيك لو تسأل فراج سؤال ونيلي سؤال؟ اسأل استاذة نيلي كريم ايه مشاريعك القادمة؟ اسأل فراج ايه اكتر دور عمله بيحبه؟ طيب نبتدي اسئلتنا بقى. يلا بينا. طه شايف ان طه والصفاره وطه موضوع عائلي دول النقله في حياتك ولا كان الستاند اب كوميدي هو النقله الحقيقيه اللي وصلتك لدول؟ انا دايما بقول ان الستاند اب كوميدي هو ليه الفضل الكبير في عليا كفن في ان انا اطلع اللي عندي اصلا ان انا ابتدي اعبر عن اللي جوايا. فكان فن الستاند اب كوميدي هو اكتر فن عملت فيه كده. فهو صاحب الفضل لان منه بدات اكتب ومنه بدات امثل ومنه بدات اعمل اللي انا بعمله دلوقتي. مفيش ما اعتقدش ان في حاجه اقدر اسميها نقله في حياتي. وده من فضل ربنا ان كل حاجه بعملها هي بتوديني لحته تانيه مختلفه عليا. فمفيش اقدر اقول لك ان لا دي من بعدها من قبلها كانش في حاجه ومن بعدها. يمكن اللي حصل في جمصه هو اللي نقل. يمكن 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 محدش عارف. بس فعلا موضوع عائلي كان محطه مهمه جدا في حياتي. السفاره محطه مهمه جدا في حياتي. الاعلان اللي عملته مع استاذ سمير غانم الله يرحمه كان محطه مهمه جدا في حياتي. فهي محطات كتير. هو ده اللي كان في خيالك ليه انت حمائي؟ الله انت الناس دي ما تفهمش اللي انت بتقوله ده. واضح ان انت ستاند اب كوميدي هايل. يعني انا هغير بقى ارسم بالرمله ولا اعمل اي حاجه. نفسك تعمل صفاره تاني موضوع عائلي تاني؟ نفسي اشتغل مع استاذ احمد الجندي طول حياتي ومع استاذ ماجد الكدواني طول حياتي ومع استاذ احمد امين طول حياتي. مش 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 شرط المشروع. انا كنت ال 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 انا معلش يعني انا بكتب وفي في الشغلانه شويه. انت عملت مشهد في البلاتو مع احمد امين يوم الجمعه. اللي هو الاب يوم الجمعه. أيوة. الاب يوم الجمعه. ايوه انا قلت من اللحظه دي ده كان كتابه محمد حلمي حد من فريق ذا إليت ستاند اب كوميدي. واحنا كنا كفريق ذا إليت اصلا كنا بنكتب او من ضمن ورشه كتابه برنامج امين وشركاء. وكان استاذ علاء اسماعيل المخرج اللي هو بالمناسبه مخرج السفاره ساعتها وهم بيصوروا السكتش ده هو اللي اقترح ان انا ابقى موجود في الابن في المشهد ده الابن في السكتش ده. ومن ساعتها يمكن بعد سنين عدت فرجعنا تاني اشتغل مع استاذ احمد امين مسلسل اخراج استاذ علاء اسماعيل. فده كانت حاجه جميله جدا. ناس شبهتك باحمد حلمي ده عشان ليها الشرف والله. ده ليها الشرف وبيحط عليها مسؤوليه كبيره جدا يا رب اكون قدها. جالك التعليقات دي؟ جدا كتير. بتحس ان طب ما كلمتش مع حلمي ما قابلتش حلمي خالص؟ انا استاذ احمد حلمي ده بالنسبه لي حد انا بحبه جدا. كلنا بنحب حلمي بصراحه. بالظبط. خطير يعني. وهو بالنسبه لجيلنا كمان طه تحس ان هو بالظبط احنا بالزبط. شبهنا ولا وافلامه كانت حلوه جدا 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 وما زالت وانا بحبه قوي. ايه اللي جاي عندك الفتره اللي جايه؟ اللي جاي لسه والله ما فيش حاجه اكيده اقولها لك. بس ان شاء الله يا رب يكون في مشاريع تحترم دماغ الناس وقتها. يعجبني فيك ان انت قاعد في الانترفيو بتتكلم جد عكس الستاند اب كوميدي خالص خالص. مع فكره الستاند اب كوميدي ده جد برضه. والله انا بتكلم عن نفسي بجد. شكرا جدا. شكرا على العزيز. انا اتبسطت جدا. شكرا.